السلام عليكم. صباح أمس من هنا من مدينة شنقيطة التاريخية أشرف رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني على إطلاق النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة، نسخة تميزت هذا العام بحضور ثقافي وسياسي وتمثيل إقليمي ودولي غير مسبوق في تاريخ المهرجان. فإلى جانب حضور زعيم المعارضة حضر رموزها، كما حضر قادة الأغلبية، إضافة إلى وزير الثقافة المغربي ووزير الاتصال الجزائري. رئيس الجمهورية أكد أن المهرجان يهدف إلى صون موروث البلاد الثقافي والعلمي وترقية الكنوز الثقافية للمدن التاريخية الأربع، مشدداً على أنهم مصممون على ألا يتحول المهرجان إلى مجرد احتفالية ينقضي أثرها مع انقضاء فعالياتها. وبعد انتهاء الخطابات الرسمية لحفل افتتاح المهرجان، قام رئيس الجمهورية بجولة في معرض الكتب والمخطوطات والتحف التقليدية، كما زار جناح الصناعات التقليدية المغاربية المقام على هامش المهرجان. وخلال أول أيام المهرجان أشرف رئيس الجمهورية على وضع الحجر الأساس لإنشاء قرية للصناعة التقليدية، تهدف هذه القرية إلى تمكين الصناع التقليديين من عرض منتجاتهم طيلة العام. وشملت أنشطة رئيس الجمهورية خلال اليوم الأول وضع الحجر الأساس لواحة شنقيطة النموذجية المخصصة لزراعة النخيل، حيث ستعمل على زراعة واستصلاح 2000 هكتار ابتداء من مستهل العام القادم. وأشرف رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني من المسجد العتيق في مدينة شنقيطة التاريخية على إطلاق سلسلة محاضرات علمية يلقيها عدد من العلماء والباحثين والأكاديميين طيلة أيام المهرجان الست. ومساء اليوم الأول أشرف رئيس الجمهورية على إطلاق كأس رئيس الجمهورية للرماية التقليدية الذي يشارك فيه 30 فريقاً من حوالي 500 متنافس، قبل أن يشرف على سباق للإبل يشارك فيه 100 جمال. واختتم رئيس الجمهورية أنشطتهم من مدينة شنقيط بإطلاق السهرة الثقافية والفنية. دمتم بخير.